بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصلة. الآن إن شاء الله تعالى سنقف بكل تدبر إزاء آيات من سورة الصافات توز أرون جد إيرانكس سبيل ليرون R-A-N-G-S. نذكر الآيات المتصلة سيدنا إلياس عليه السلام. إلياسين إلياس إلي أو كونتو ال إي أو ال إي أو. قل مولانا في آية 123 من الصف وإن أي الله يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام وبالتالي يذكرنا نحن أمة الإسلام لخير أمة أخرجت للناس. وإن إلياس لمن المرسلين. ربي ما نوضح لسيدنا إلياس مش أي واحد بل هو إلي بل هو النبي إلياس عليه السلام إلياسي. نعود إن شاء رب العالمين.